في تصريح خاص لمركز الأخبار قال سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال والشؤون البلديات والتخطيط العمرانية إن مجلس الوزراء وافق على تعديل السرعات في 29 شارع رئيس، وذلك تحقيقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر. إعادة النظر في السرعات على عدد من الشوارع، كان هو تنفيذ إلى توجيه صاحب السمو ورئيس الوزراء الموقر في دراسة السرعات على شبكة الطرق وتكليف مجلس المرور. تم الدراسة من قبل إحدى الشركات الاستشارية البريطانية التي عملت مع إدارة الطرق وأيضا مع الإدارة العامة للمرور، وتم مراجعة عدد من الطرق السرعات على عدد من الطرق، والتوصية بإعادة النظر في بعضها أو الإبقاء على اللي موجود. بعض هذه التوصيات تم تنفيذها بالفعل، وبعضها وبناء على موافقة مجلس الوزراء الموقر سوف تقوم وزارة الأشغال بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور على تنفيذها على مراحل وحسب التوصية وحسب الأولويات التي تحددها الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارة الطرق في وزارة الأشغال.